أحبتي الصغار، السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الاجتماعيات، إذا من كتاب المفيد في الاجتماعيات للمستوى الخامس ابتدائي. إذا أحبتي الصغار، اليوم إن شاء الله لدينا حصة جديدة، إذا مكون التربية المدنية، الدرس الأول أنظم عملي وأقيم أدائي. جميل، إذا قبل ما نبداو الحصة ديالنا أحبتي الصغار، ما تنساوش اللي ما مشتركش عندي في القناة تشترك، فعلوا زر الجرس وخليو لي جيم لهذا الفيديو هذا. إذا كان عندكم شي سؤال أو شي اقتراح أما فهمتوا شي حاجة فخليوها لي في بلاصة التعليق، فأنا أحبتي الصغار أكيد كنقرا وكنجاوب جميع الملاحظات ديالكم. إذا على بركة الله غادي نبداو الحصة ديال اليوم. إذا هنا عندنا كما قلنا عنوان الدرس هو أنظم عملي ثم بعد ذلك أقيم أدائي. إذا أقيم أداء ذلك العمل، هل هو جيد متوسط أو متدني؟ أحسنتم. إذا نمشيو دابا النشاط الأول. إذا النشاط الأول هو عنوانه أكتشف أهمية تنظيمي لعملي وأتعلم قواعده الأساسية. إذا أتعلم قواعد تنظيم العمل. أحسنتم. إذا ألف أتعرف أهمية تنظيم العمل في التحصيل الدراسي. هنا عندنا الوثيقة الأولى والوثيقة الثانية. إذا نشوفوا الوثيقة الأولى، هنا صورة مرافقة لحوار، هنا لدينا طفلة وطفل، إذا في بيت مبعتر، إذا دفاتر مقطعة، أقلام مبعترة، إذا كل شيء هنا مبعتر. إذا قرأوا الحوار. علي، إذا هذا اسمه علي وهذه الطفلة اسمها عائشة. إذا علي قال: لقد حان وقت الدراسة وأنا لم أعثر بعد على دفتري. عائشة ترد: لو كنت تنظم عملك ما ضاع منك. إذا هنا كنشوفوا أن علي ضاع دفتره وهو حان وقت ذهابه إلى المدرسة، وعائشة قالت له أنه لو كان ينظم عمله ما ضاع منها. إذا هنا الصورة الوثيقة الثانية، فهي كذلك أيضا وصورة مصاحبة بحوار. هنا لدينا أستاذة في قسم كله مبعتر، إذا تلاميذ في فوضى. إذا نقرأ الحوار. الأستاذة: انتبهوا، كيف يمكن أن نعمل في مثل هذه الفوضى؟ إذا الأستاذة تقول لهم انتبهوا، فكيف يمكننا أن نعمل في هذه الفوضى؟ إذا فلا يمكن أن نعمل أو نلقي الدرس في هذه الفوضى. إذا نشوفوا السؤال. إذا نشوفوا دابا الأسئلة. هذا السؤال الأول: أصف الصعوبات التي اعترضت عليا في ترتيب أدواته المدرسية. بهذا الشكل هذا نقولوا الصعوبات التي اعترضت عليه هي الفوضى التي يعيش فيها وجهله لقواعد تنظيم العمل. إذا الصعوبات التي اعترضت عليه هي الفوضى التي يعيش فيها وجهله لقواعد تنظيم العمل. السؤال الموالي: أعبر عن رأيي فيما إذا كانت طريقة تنظيم عمله سليمة أم لا، وأبين لماذا. إذا طريقة عمله ليست سليمة لأنه مستهتر ولا يبالي. إذا طريقة عمله ليست سليمة لأنه مستهتر ولا يبالي. السؤال الموالي: لو كنت مكان علي وعائشة، ما التصرف الذي يلزمني القيام به تفادي مثل هذه الوضعية؟ لو كنت مكان علي لقمت بتنظيم وقتي وعملي كي لا أواجه أي صعوبة في حياتي اليومية. إذا لو كنت مكان علي لقمت بتنظيم وقتي وعملي كي لا أواجه أي صعوبة في حياتي اليومية. أحسنتم. إذا هنا أقرأ الحوار في الرسم 2. إذا قريناه: أصف حياة الفصل الدراسي وتصرفات التلاميذ. إذا الفصل الدراسي تعمه الفوضى وتصرفات التلاميذ غير لائقة. الفصل الدراسي تعمه الفوضى وتصرفات التلاميذ غير لائقة. السؤال الموالي: أبين ما إذا كانت طريقة عملهم منظمة أم العكس. إذا طريقة العمل غير منظمة مما يصعب إلقاء الدرس في هذه الحالة. طريقة العمل غير منظمة مما يصعب إلقاء الدرس في هذه الحالة. إذا هنا باء: أتعلم القواعد الأساسية لتنظيم العمل. إذا أتعلم القواعد الأساسية لتنظيم العمل. أحسنتم. إذا
أتمعن في مكونات الخطوط الثلاثة وأنجز ما يلي. إذن هنا الخطوط الثلاثة فهي قواعد تنظيم العمل. أولا التدبير الجيد للوقت لتحقيق الأهداف المرسومة. ثانيا التخطيط لإنجاز العمل أي جدول زمني للأنشطة استعمال الزمن. ثلاثة تحديد المهام الأنشطة ذات الأولوية. إذن نحدد كل الأنشطة ديالنا نحددها ذات الأولوية الأقل استعجالا ثم التي ستنجز فيما بعد. سادسا تقييم رابعا توفير الأدوات وظروف العمل فلا يمكننا أن نعمل في فوضى. خامسا الإنجاز المرحلي أو التدرج في التنفيذ، لا يمكن أن نقوم بكل شيء في آن واحد بل يجب علينا التدرج في العمل. ثم سادسا تقييم الإنجازات ومستوى الأداء، فيجب دائما تقييم هذه الإنجازات هل قمنا بها أم لا، ونتعرف على مكامن الخطأ ونصلحه. إذن نشوف دابا الأسئلة. أسمي أهم الخطوات التي ينبغي القيام بها لتنظيم العمل. جميل. إذن قلناها هما هادو، الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة. ثم أرتب هذه الخطوات ترتيبا تسلسليا من واحد تدبير الوقت إلى تقييم الإنجازات. إذن ها مرتبة، الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة. ثم أبين فائدة تنظيم العمل في تحقيق الأهداف المرسومة، أي النتائج والأداء. إذن كنا نقول تنظيم العمل له فائدة كبيرة، فكلما كان العمل منظما كلما أعطى نتائج إيجابية وجيدة. تنظيم العمل له فائدة كبيرة، فكلما كان العمل منظما كلما أعطى نتائج إيجابية وجيدة. أبدي رأيي حول تقييم العمل الشخصي، هل هو ضروري أم لا؟ بل إذا تقييم العمل الشخصي ضروري من أجل الوقوف على مكامن النقص وإصلاحها. إذا تقييم العمل الشخصي ضروري من أجل الوقوف على مكامن النقص وإصلاحها. إذا نمشيو دابا نشوفو النشاط الثاني. هنا عندنا النشاط الثاني بعنوان أطبقوا، إذا أطبق تلك القواعد على عملي في البيت والمدرسة. إذا ألاحظ الرسمين الوثيقتين 5 و4 والجدول وثيقة 6، ثم أذكر بعض أهم القواعد الأساسية لتنظيم عمل في البيت، ثم أعبر عن رأيي بالنسبة لتطبيق هذه القواعد للدراسة والتحصيل. إذا نقرأ هذا الجدول هذا. إذا لاحظوا معايا هنا عندنا في الوثيقة 4 طفلة تقوم بترتيب غرفة نومها. لدينا الوثيقة 5 طفل يدرس في جو جميل إذا وهادئ، إذا كل شيء مرتب وكل شيء منظم. عندنا الوثيقة 6 فهي لها أهم قواعد تنظيم عملي في البيت. إذا من بينها أستريح بعد العودة من المدرسة، ألعب لمدة محدودة وأنظم وقتي حسب الأنشطة التي سأقوم بها، أختار مكانا هادئا لإنجاز الواجبات الدراسية، أطلع على دفتر النصوص وتعليمات إنجاز الواجبات المنزلية، أنجز واجباتي وأراجع دروسي استعدادا لفرض المراقبة المستمرة، أجمع أدواتي وأرتبها وأحرص على وضعها في المكان المخصص لها، أعد حقيبتي وأستعين في ذلك باستعمال استعمال الزمن الأسبوعي كي لا أنسى بعض دفاتري وكتبي المدرسية، أنام مبكرا ولا أسهر أمام التلفاز ولا أنشغل بالألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إذا مرضت أستعين بزميلي في الفصل ليزودني بالدروس والواجبات المنزلية لنقلها في دفتري لتفادي أي تأخير في التحصيل الدراسي. إذا هنا عندنا السؤال، أذكر بعض أهم القواعد الأساسية لتنظيم العمل في البيت. إذا مثلا نقول أطلع على دفتر النصوص وتعليمات إنجاز الواجبات المنزلية. إذا هذه من بين قواعد تنظيم العمل في البيت. مثلا أنام مبكرا ولا أسهر أمام التلفاز ولا أنشغل بالألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. إذا تختارون أنتم ما اللي بغيتوا، كلهم صحيحين، يا ما اخترتوا هذا أو هذا أو هذا، يعني كلهم صحيحين. ثم السؤال الموالي، أعبر عن رأيي بالنسبة لتطبيق هذه القواعد في الاستعداد التحصيلي الدراسي. إذا كنا نقول تطبيق هذه القواعد مهم جدا من أجل تحصيل دراسي جيد وممتاز. تطبيق هذه القواعد مهم جدا من أجل تحصيل دراسي جيد وممتاز. أحسنتم. إذا هنا نمشي السؤال الموالي،
عندنا الوثيقة السابعة. إذا هنا عندنا الوثيقة السابعة، جميل. إذا قواعد تنظيم عملي في المدرسة، إذا شفنا في البيت، دابا هنا في المدرسة. إذا ألاحظ الرسمين الوثيقة 8 و9 وأقرأ الجدول 7. إذا 8 هنا نلاحظ أطفال يقومون بأداء النشيد الوطني، وهنا إذا فهم منظمين، ليست هناك فوضى، إذا فكل شيء منظم. وهنا أستاذة تلقي الدرس في جو هادئ وجميل، وهنا قواعد تنظيم عملي في المدرسة. إذا ألاحظ الرسمين الوثيقة 9 8 9 والجدول 7 ثم أنجز. أصنف قواعد تنظيم عملي في المدرسة إلى قواعد تخص المدرسة وأخرى تخص الفصل. إذا هنا عندنا احترم أوقات الدخول المدرسي والخروج منها والانضباط في الصف. إذا هذه قواعد تخص المدرسة، غادي نكتب هنا المدرسة، المدرسة هنا. أخرج أدواتي بسرعة وأرتبها دائما فوق طاولتي، لأن هذه تخص الفصل. اكتبوا الفصل، الفصل أو الفصل هكا، الفصل. هنا أشارك متعلمي ومتعلمات مدرستي في الوقوف باحترام تحية الوطن، هذه تخص المدرسة كذلك، المدرسة. أحترم أستاذي أستاذتي وأصغي جيدا له أو لها ولزملاء المتعلمين والمتعلمات، هنا الفصل. أشارك في الأنشطة التعليمية وأنجز ما يطلب مني من عمل فردي أو جماعي، هنا فصل، الفصل داخل الفصل. أحترم قانون المدرسة ونظام الفصل الدراسي والعمل الجماعي والقبول بالآخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، هنا المدرسة. أحافظ على ممتلكات مدرستي وأثاث فصلي الدراسي وأضع النفايات في مكان مخصص لها، هنا المدرسة، المدرسة. أحسنتم. أقدم مثالا أو مثالين عن قواعد العمل في المدرسة. إذا خاطر تختاروا اللي بغيتوا، تختاروا هذا أو هذا أو هذا، يعني اختاروا مثالين من هذا الجدول. ثم هنا أبدي رأيي فيما إذا كان العمل بتلك القواعد يمكن التلاميذ من التعلم الجيد ونجاحه في دراستهم أم لا. إذا نكتبوا نعم، إذا كان العمل بتلك القواعد يمكن التلاميذ من التعلم الجيد والنجاح في دراستهم. أحسنتم. شو دابا نشوفوا النشاط، النشاط الثالث. إذن عندنا النشاط الثالث يقول أتعلم، إذن أتعلم كيف أقيم مدى تنظيمي العملي. إذن أستعين بشبكة التقييم اللي هي هذه، وثيقة 10. أقرأ مضمونها وأقيم كيفية تنظيم لعملي في البيت والمدرسة، وأستخدم سلم التنقيص التالي إلى 0 إذا كنت لا أقوم بشيء 0، نادرا 2، أحيانا 3، في الغالب 4، دائما 5. أضع النقاط التي أقترحها في الخانة المقابلة لكل عنصر بحسب تنظيم العملي. إذا هنا تنظيم في البيت وتنظيم هنا في المدرسة، جميل. إذا ومن بعد، إذا هذا هو الشرح ديال التنقيط. إذا إذا كان عندكم 40 نقطة، إذا كان عندكم 20 نقطة فمتوسط، حسن 30 نقطة فحسن، ممتاز 40 نقطة. إذا أحسنتم. إذا هنا عندنا أقوم تعلمتي، أستعين بالوثيقة، الوثيقة بالوثائق 1 إلى 10 الوالدة في الدرس، وأقارن بين فئتين من التلاميذ، الأولى تنظم عملها والثانية لا تهتم بذلك ثم أستخلص. إذا الفئة التي الأولى تصرفت تنظم عملها وتطبق قواعد، إذا تكون لها نتائج ممتازة، لها نتائج ممتازة في البيت، وكذلك أيضا لها نتائج ممتازة في المدرسة. هنا لا تهتم بتنظيم عملها وتقييمه، إذا في البيت، إذا نتائج متدنية، نتائج متدنية، كذلك أيضا نتائج متدنية، إذا أو أقل من المستوى. إذا أحسنتم. إذا أحبتي الصغار بهكذا نكون سالينا الحصة ديال اليوم، نتلقى إن شاء الله في الحصة المجيدة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.